ما راح نسأل يعني ما نبي نسأل عن تاريخ صعود النصر إلى من صفوف الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ومنها تأهل إلى صفوف الدوري الدرجة الممتازة بعد إقامة الدور. فأبقى المزيد أو بإيجاز تفصيل شوي عن نادي النصر مع أندية المنطقة الوسطى كلها. سجلوا رسميا في رعاية الشباب، وكانت تبع وزارة المعارف، وكان يرأسها في هذه الأيام الأستاذ عبد الله المنيعي عام 1380 هجرية. نعم. فالنصر من ضمن الأندية هذه. الواقع النصر عام 81 خذ بطولة المنطقة الوسطى الدرجة الثانية، ولكنه خسر مع زميله نادي نسور الحجاز في المباراة النهائية. عام 82 ما وفقنا الله ولا أخذنا بطولة المنطقة الوسطى. عام 83 وهو اليوم العام الموعود بانتصار كبير جدا جدا للكرة السعودية، هو اللي النادي النصر حصل فيه على بطولة الدرجة الثانية، وكانت آخر مباراة بيننا وبين زميلنا نادي الشباب، وفزنا عليه 1-0 بحضور سيدي سمو الأمير مشعل بن عبد العزيز، واستلمنا بطولة المملكة اللي عند الدرجة الثانية في ساحة إسلام، واللي سجل هدف على ما أذكر اللاعب الأخ الكابتن ميزر أمان، وبوجبها النصر صعد دايركت أو رأسا للدرجة الأولى اللي هي ممتاز حاليا. عام 84-85 النصر كان يلعب صعود وهبوط، و 85 بالذات كانت فارق الأهداف. لعبنا مباراتين صعود وهبوط مع زميلنا نادي النجمة، لا 3 مباريات. أول مباراة هو فاز علينا نادي النجمة، وكنا مهدين عنينتي نادي النصر، لكن ثاني مرة فزنا عليه، وثالث مباراة بيتحدد فزنا عليه بيتحدد المركز أو البقاء النصر من عدمه، فزنا على نادي النجمة 85. بعد ذلك ودعنا الشر. نعم. من عام 86 إلى عام 94، يعني 86-87-88-89-90-91-92-93-94، 9 سنوات نادي النصر بطل المنطقة الوسطى.